والله انا عايز اقول لكم ان الفقره دي في النقد الدرامي بس استحي، يعني لان الحقيقه بقى كل حد ممكن يتكلم في مجال الرياضه وعادي جدا ده متاح، وان اي حد ممكن يتكلم في مجال الرياضه، لكن فكره ان حد يكون داخل علينا بيتكلم دايما بفكره نظريه المؤامرات يا فارس، اعتقد ده امر صعب جدا. لاحظناه الاسبوع اللي فات ما كانش ينفع نتجاوز عنه، لان تقريبا يعني مؤثر الدور الثاني عليه بشكل كبير جدا. صحيح. فشايف ان دور البطوله صعب فبيشوه دور البطوله. ومهم جدا كمان ان اللي ما بيعرفش يعيش بطل دايما بيبقى عنده مشاكل مع البطل يا اسامه. ده حقيقي. وده اللي هنفهمه من الفقره. بالتاكيد. عشان ما ناخدش وقت كتير مع الجماهير، نطلع نشوف فيديو احد الممثلين الشهير بالادوار الثانيه وبيتكلم عن فكرة المؤامرات الكونية. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. يعني عايز تقول أن وكان هناك حملة انتهجت أو ممنهجة ضد الزمالك كي يخسر في بطولة أفريقيا في النهائي أمام النادي الأهلي؟ قلت الكلام ده كتير وقلته في برامج كتير، واضح جدا الموضوع يعني مدبر. أي حد هيقف وشهم هيموت. قصدك يعني يموت رياضيا يعني؟ بايرن ميونخ بجلالة قدره اتأجلت 9 ساعات. الترجي النهارده في 7 ولا 5 بيشتكوا بالاتحاد التونسي. والله دي حاجات عاديه يعني يا جماعه، صدف يعني دي مثلا ولا ايه؟ هيقول لك هشام اسماعيل عنده نظريه المؤامره الكونيه. لا ده انا من عشاق نظريه المؤامره، ده انا ليا كتب والله فيها، ده بحبها قوي. بعشق المؤامره لان هي حقيقيه من 1911. ده نادي الزمالك اتنقل مقره 4 مرات، وفي نادي كده في الدنيا؟ لا والله. احنا فرهدونا. مبدئيا احنا مش هنتكلم عن فكره بايرن ميونخ واللاعبين اللي في تونس، احنا خلاص كذبنا الخبر، واعتقد ده كلام لو خدناه ناخده في فقره ساخره جدا، واحنا مش البرنامج بتاع الفقرات الساخره، احنا برنامج بتاع رد حقائق على اكاذيب، بغض النظر عن فكره ان هو قال 10 المؤامره، هو قال نقطه مهمه جدا ان المؤامره دي اللي بتحصل لنادي الزمالك على مدار التاريخ سببها واحد وهو النادي الاهلي، واتكلم في نقطه مهمه جدا ان نقل المقرات دي هي احد اسباب نظريه المؤامره على نادي الزمالك، ما حطش في حساباته ولا مره ان نقل مقر لمقر لمقر كان للافضل ما كانش للادنى يا فارس. اتفق معاك يا اسامه، كل مره نادي الزمالك كان بينتقل فيها قصر النيل المختلط على حسب الاماكن، كل مرة كان بياخد امتيازات أكتر، وكل مرة كانت بتيجي إدارة سواء حيدر باشا في العشرينات أو قبل كده، كل واحد كان بيجي كان بيسعى إن هو يدي النادي الزمالك امتيازات في مقراته، للدرجة اللي وصلت إن نادي الزمالك مش بس كنشاط أو كعضوية عنده فلوس، إنما كمان كموارد اقتصادية ناتجة عن المقر اللي أنت بتتكلم عليه. وعلى فكرة انتقال نادي الزمالك ما كانش بالعدد اللي أنت قلته أصلا. نطلع ونشوف رد على لسان عضو مجلس إدارة سابق بيقول لك امتيازات المقرات اللي فيها نادي الزمالك. شوف الفيديو. شركات كانت مؤجرة الإعلانات دي الشاسيه الإعلاني الوجهتين ب 175 ألف جنيه في السنة. في السنة؟ إحنا بعنا شاسيه ب 2,750,000 في السنة، أجرناه لمدة 6 سنين، احنا خدنا 3 سنين بس عشان ما نقدرش نجرف النادي لموارده القادمة، مع ان يعني مبلغ خدنا منهم 8,250,000، ولسه بقية الشاسيهات اللي حوالين سور النادي واليوني بولز الكبيرة تتباع، دي بأرقام كبيرة. اتكلمنا في المحلات دي للإيجار، هتنزل المزايدة على المحلات دي، توقع المحلات 18 محل يجيبوا لنا حوالي 100 مليون جنيه. بقى ده نقل مقرات لفرهضه، ده نقل مقرات لدلع. يعني انت بتتكلم في ارقام فلكيه بتيجي من الاعلانات، الا باستثناء طبعا هم مضيعين اعلان. ده المفترض بجد والله العظيم، لو هو عايز يتكلم كلام بجد، هو المفترض لما يجي يتكلم بجد يقول انتوا ازاي بتفرطوا في 2,750,000 عن كل لوحه مكتوب عليها لقب نادي القرن الحقيقي. مال عام على فكرة يا أسامة. بالظبط، وهو اساسا ما عندوش ما يثبت اي شيء ان هو لقب نادي القرن، وكمان اللوحه في حد ذاتها بتكتمل فيها نظريه المؤامره. هو شعار بيجسد النظريه اعلى نادي الزمالك، ويجسد التفكير اللي احنا سمعناه اللي مغالط للمنطق، ولكن اعتقد البعض بيحاول يظهر للضوء من خلال تصريحات مش من حقه ان هو يقولها. خلينا برضو نقول ان في وجهة نظر كتير من جماهير نادي الزمالك، وانا اسف ان انا اقول كده، بتتفق مع وجهة نظر الفنان هشام اسماعيل، ولكن الحقيقة دينا وضحنا ان المقر كان للافضل، في مقرات تانية كان بيجتزأ منها، لكن ده مش موضوعنا. موضوعنا ان كمان اتكلم في قصة الاراضي وسحب الاراضي، وكمان سبب ده مؤامرة طبعا، واكيد مين؟ النادي الاهلي. نشوف الفيديو عشان نرجع نعقب. 30 سنة من يوم او اكتر من ما شجعت الزمالك، على طول نادي الزمالك الوحيد اللي بيتحل مجلس ادارته،
يتغير مجلس ادارته ايام العشريه السوداء، يتمنع المقر والارض. ايام ما كانت الارض ايام دار الفؤاد، ما كانت في 6 اكتوبر في التسعينات واتسحبت، ودلوقتي الارض دي هتتسحب. هو ارض 6 اكتوبر هتتسحب ليه لو احنا معاك، لو معاك فلوس مثلا؟ مش هتتبني، مش هتتسحب. انت عمرك ما هتبني طوبه بره نادي الزمالك اللي موجود ده، ده انت هتحافظ عليه بالعافيه كمان. قريب قوي المترو هيعدي منه ان شاء الله. استاذ احمد مش هيسمح لك تكبر وشعبيتك تكبر، مش هيسمح لك يبقى عندك 7 أو 8 فروع زي ما هو بيستوطن المدن الثانيه. اعتقد مصطلح يستوطن المدن الثانيه، اتمنى يكون في حساب لهذا المصطلح. النادي الاهلي نادي وطني منذ اول يوم انشاؤه. كلمه مستوطن او بيستوطن المدن لو عدت على ناس كتير مش هتعدي علينا هنا، واتمنى يكون في عقاب، لان ده خروج عن النص وتجاوز وتشبيه لا يليق ابدا ان حد مصري يشبه بيه اي كيان، خاصه لما يكون الكيان ده مشهود ليه بالوطنيه منذ اول يوم انشاؤه وهو النادي الاهلي. دي نقطه ما كانش ينفع نتجاوزها. اما النقطه الثانيه، اعتقد اسال عندك في نادي الزمالك، في تاريخ نادي الزمالك، اسباب فكره المجالس اللي تحل والمجالس اللي تعاد. اعتقد جبنا قبل كده فيديوهات كتير، لدرجه ان حتى المستشار عماد عبد العزيز الراجل الفاضل اللي كان بيترأس اللجنه الثلاثيه لنادي الزمالك في لقائه التلفزيوني الشهير من شهر تقريبا، لما اتسأل ايه المشكله في مجالس ادارات نادي الزمالك، قال له للاسف دي وعود انتخابيه ومشاكل انتخابيه بتحصل داخل نادي الزمالك. فدي نقطه تخص نادي الزمالك، لكن كلمه يستوطن مدن ثانيه اعتقد ده صعب جدا. وهم مين اللي مش هيسمحوا لك انك تزود عدد الفروع؟ في انديه كتيره جدا غير النادي الاهلي لها بالست فروع والسبع فروع والثمان فروع، بس انت للاسف زي ما قلت عاشق نظريه المؤامرات. بص يا اسامه، فيما يخص اللفظ اللي انت قلته انا متفق معاك، هو لو عن جهل يتعلم ولو عن عمد فلازم يكون في اجراء معاه. ولكن كمان انا ليه بقول في جهل بالمعلومه او في جهل بالواقع؟ لان انت كان عندك اصلا المجلس القديم السابق في نادي الزمالك كان بيتباهى بايه دايما يا اسامه؟ داخل الانشاءات، ان انا حسنت الانشاءات، خليت الاعضاء اللي ما كانوش بيجوا النادي يجوا، يعني في فلوس تبني. وحاجه كمان مهمه، يعني انت بتتكلم ان انت كان عندك مشكله في النادي على المستوى الاجتماعي قبل كده، فايه اللي هيدفع مواطن تاني ان انت تعمل فرع تاني ويروح لك؟ اذا كان انت اصلا عندك مشكلة كانت داخلية على مدار سنوات في اهتمامك بالخدمات الاجتماعية، فهتعمل فروع تانية الناس هتروحها ليه؟ بعكس النادي الاهلي اللي عنده فروع او عنده فرع الجزيرة وفرع مدينة نصر اصلا من سنوات، لان انت ده طبيعتك والفرعين كان فيه اقبال عليهم. فالقصة ببساطة شديدة جدا ان انت نفسك التاريخ بيرد عليك. طب فيما يخص الاراضي اللي بتتاخد والاراضي اللي بتتسحب، تعال بقى نسمع رئيس نادي الزمالك الموجود حاليا الكابتن حسين لبيب، وهو بيعلمك وضع الارض اللي انت بتقول ان هي اتاخدت منك في التسعينات. نطلع ونشوف الفيديو. نادي الزمالك فرع اكتوبر برضو حصل عليه رغي كتير، تم تخصيص 100 فدان في التسعينات، ثم بعد ذلك تم استبدال هذه ال 100 فدان او هذا ال 100 فدان، بقى عندنا 129 فدان و634 بطريق الواحات بجوار حي الاشجار، وده كان تقريبا في سنه 2014 تم تحرير عقد ابتدائي بقيمه 27 مليون وكسور، وتم دفع المبلغ بالكامل اخر ميعاد لنبتدي في البنى سبتمبر 2020، ثم تم اضافه مهله اضافيه تنتهي في مارس 21. طيب عندك الرد على لسان رئيس نادي الزمالك وهو بيقول لك ان الارض بتاعت اكتوبر انت خدت ارض اكبر منها ب 30 فدان، وفيما يخص انت كان عندك اتفاق ان في مارس تبدا انشاءاتك وبالتواريخ اللي الراجل استعرضها وما عملتش، تم المد لمارس. فاعتقد ده مش حد مستني يسحب منك الارض، وبالعكس يعني ده انت في رعايه قويه جدا يعني. والارض بتزيد يعني من 100 فدان بقوا 130 فدان، ولعلمك الارض كانت هتتسحب في مجلس الاداره المنتخب. لو انت مش عارف فضل مجالس الادارات اللي بتيجي بالتعيين، اعتقد تقدر ترجع لتاريخ دكتور كمال درويش والانجازات والبطولات اللي حققها مع نادي الزمالك. كان رد في نقاط مهمه جدا على البعض اللي يجهل تاريخ نادي اكثر ما يجهل تاريخ انديه اخرى، ولو انت بتجهل تاريخ ناديك فده يخصك، انما لن نسمح ليك بالتطاول على النادي الاهلي بعيدا عن قيمتك لانها لا تعنينا في شيء ونحن لا نراها اصلا.
نطلع لفاصل ونشوفكم بعد الفاصل.